طيب الاهلي عينه انه ده يبقى موجود والاهلي حقق اللي هو عايزه، هل مهاجم مهم في تاريخ نادي الزمالك وهدافه شاف الاهلي حقق اللي عايزه من الصفقات ولا لا؟ راي مهم لكابتن عبد الحليم علي في دي ام سي نسمعه. الاهلي محتاج مين؟ ولا الاهلي كده جاب صفقات مرضيه؟ ولا الاهلي لو حصل له اي دروب في اي وقت جمهور النادي الاهلي وجماهير الاهلي ما بتعرفش في الحاجات ديت يعني ان هي تسامح بسهوله، هيجي ويحاسب على طول بعد 3 4 ماتشات يقول لك انت فين الصفقات اللي انت جبتها؟ انت جبت لي صفقتين ثلاثه وتقول لي هم دول الصفقات؟ لو الامور مشيت بشكل ايجابي والنادي الاهلي عدى والنادي الاهلي وصل لمبتغاه هتلاقي الناس بتتكلم بشكل تاني مختلف، دي الاداره الناجحه ودي اللي عارفه كويس اختصاصاتها ودي اللي عارفه احتياجاتها، برضو الموضوع صعب وفي مغامره كبيره يا كابتن عبد. طبيعي اللي انت حضرتك بتتكلم ده شيء ده امر طبيعي والناس كده كده لازم هتعلق ولازم هتتكلم، لو انت نجحت خلاص هتشيد بيك، لو انت فشلت اكيد هتتكلم في الثغرات بتاعتك او انت ما اديتش بالشكل المطلوب، انما لو هتتكلم عن الاهلي النادي الاهلي الانديه الكبيره طبيعي ان انت التدعيم يبقى في هذه الحدود. فبالتالي ان الاهلي عنده قوام اساسي. خرج منه عبد الله سعيد فبيجيب ناصر ماهر، خرج منه سرد باكين بيجيب مكانهم سرد باك. انت محتاج النهارده في خط الهجوم عندك اثنين لعيبه خرج منهم واحد او داخل مكانه على طول لعيب جديد. لا انت زي ما كابتن حماده اتكلم في صفقات النادي الاهلي انا قلت لك الفريق الكبير والنادي الاهلي من فريق كبير، فبالتالي لما بيجي بتتكلم على الصفقات انا بقول لك في هذه الحدود، النادي الاهلي عمل كده عمل الطبيعي لانه عنده قوام اساسي وعنده فريق وبطل دوري، فبالتالي لما يجي يخش على مش هيغرب الكتير في التيم بتاعه. طبعا مش هفكرك بعبد الحليم علي وازاي ما جاش الاهلي، بس مبدئيا اعتقد كان تحت بيتك. ايوه في القهوه اللي تحت بيتك. صحيح، بس مبدئيا انا اعتقد انه عبد الحليم علي انصح يعني احنا رشحنا صفقات وكان الصفقات وكانت خلاص هتخلص، في حد اعترض جوه النادي الاهلي خلاص. صحيح اعتقد كلام انصف فكر لجنه الكوره تطابق مع وجهه نظرنا اللي انت بتقوله. والله انا ما شفته. صحيح، لكن الراجل بيتكلم في ايه؟ ده نادي عنده قوام فريق بيدعمه مش بيغيره. ايوه نفكر كده، الصفقات يا جماعه مش بطوله، الصفقات مش جيم، مش نغيظ بعض بيها، ما اتعملتش الصفقات عشان نقعد نغيظ بعض بيها. الصفقات عملت للدعم والاحتياج، ما فيهاش لا بخل ولا كرم. ما كمان انا لو كل سنه وانا اغير الفرقه مش هاخد بطوله او هاخد بطوله تبقى غريب يعني طب اغير ليه؟ يعني اذا نجحت يعني اللعيبه دي جابت الدوري وده ملي اقول لك احسن وقت تغير فيه وانت بطل. لا لما الدنيا تبقى وحشه، فلما بتغير بتدي امل للناس والناس بتشوف ان اللي جاي ممكن يكون افضل. تغير مش تدعم، لكن وانت ماشي بتدعم فرق بين التغيير والدعم. خاصة نتمنى بس لازم الاقي جاي منين؟ لان طب انا دعمت خلاص وفرقتي شفت ان قناعاتي ان انا كده مستكمل فرقتي خلاص؟ بس لازم افكر ان اللي قدامي بيشتغل، هو ده النقطة. عيني على اللي قدامي. يعني لازم ابقى برضو شاعر بنوع من الترقب على ما يحدث حواليا. كل الفرق تقريبا اتغيرت، كل الفرق تقريبا اتغيرت.